عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة باش نطيب معاكم العشاء. باش نعمل رز بالدجاج، طريقة سهلة سريعة. أبو أنا خديتها شوية من طريقة نفس الكبسة السعودية ولا السورية ولا الكبسة بصفة عامة متاع الشرق. أما أنا بتبيع مني الحق مانيش باش نحط لفحات هذيك الكل، جست خديت الطريقة كهو على خاطر لفحات هذيك أنا كلاحظت ما نطيبش برشا باللفحات القوية، على ذيك باش نكتفي باللفحات نتاعنا. لهنا باش ناخذ خديت كسرونه باش نحط فيها الزيت باش نخليه يسخن شويه. لهنا الزيت سخن باش نحط الدجاج. خديت انا باش نعمل فخذات هكا، خليت الفخذ على طول وصغير على خاطر هو ماهوش كبير. هنا باش نحط فخذات الدجاج زيت خليه، وانا ناحيه الجلده نجمو نخليه الجلده وبعد نحمروه يجي ازين، اما انا حق ما نحبش برشا جلده في الماكله. دونك هنا باش نقلي الدجاج بالبيبي في الزيت. لهنا كيما قاعدين نشوفوا الدجاج تقلى بالبيبي باش نزيدوا راس بصل. خليت راس بصل كبير خاصة هكاك تريفات صغار باش نحطو يتقلى مع الدجاج. لهنا الدجاج هاكا خذيته قلية صغيرة، زدت غطيتو البصل هاكا سيب الماء نتاعو. توا باش نفوح ملح، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة كركم، ربع مغرفة فلفل أبحر، ومغرفتين صغيرة بطبيعة. خلط ولهنا باش نعملها بالطماطم الفريشكه. خديت مغرفة كعبة طماطم قشرتها وقصيتها هكاك تريفات صغار، هي راهي باش تذوب ماهيش باش تبين بعد. انا مانيش باش نحط طماطم معجونه، نحبه يكون ازعر اكثر منه من احمر. اما هكا حطيت شويه كعبة طماطم باش نكسر بها اللون باش يجي هكا لونه شويه اورانجي. خلي هكا كعبة طماطم تتقلى. هنا باش نحط ورقتين رند وخديت زوج سنون ثوم قشرتهم باش نرحيهم. انا مستنسه نحط هكا الفلفل الصغير هذاك الاحمر باش يجيني حار موزوز وفي نفس الوقت يقعد ما يغمقش معناها من اللون. وفيلي انا الفلفل هذاك تو نشوفوا من بعد شنو باش نحط باش هكاك نعملوا توزويزه، يعني نعملوا حار شويه. نحط له فلفل حار من بعد هكاك حضرت. انا ناكل الحار على خاطر نحب الحاجه موجوزه. شوفوا ساهل الرز هذية، كل شيء يطيب في طنجره واحده، لا نقعد ولا نفوروا ولا حتى شاوي، في نفس الوقت يجي بنين برشا. توا لهنا هاكا سيبون كل شيء يتقلى. توا باش نمرق بسم الله، صب الماء هاكا لهنا دو معناها دوب شويه ما تغم معناها الدجاج. تو باش نغطيه ونخليه يطيب مده 10-15 دقيقه هذيك، ومن بعد نرجع لكم. هذايا الدجاج خليته يطيب مده 15 دقيقه. لهنا هاكا كيما شفتوا الماء نقص شويه بالنسبه لكميه الماء. انا باش نزيد شويه ماء على خاطر انا حطيت الرز في الصحفه، حاجتي تكون كمية الماء في الكسرونة لهنا تكون ضعف كمية الروس. دي حاجة أخرى يظهر قبيلة ما قلتها لكمش، كان ما تحبوهوش أزعر وتحبوه أحمر حطوا طماطم معجونة، ما تحطوش طماطم فريشكا، حطوا طماطم معجونة من اللون تتقلى مع البصل والدجاج هكيكا أتو يجيكم أحمر. توا باش نكمل نصب الماء بسم الله هكا هكا تقريبا ضعف الكمية نتاع الروس اللي عندي. خليه يهز غلوة باهية. ولهنا ما قعد لي كان باش نحط الروز، لهنا غسلت الروز مانيش مستنسة نغسل الروز. جيني كومنتير ديغنيغمون قالت لي مدام صدمت، فما مدام قالت لي صدمتني كيفاش ما تغسلش الروز. دخلت نقرا على خاطر نشوف ديما يغسل، فما اللي شوف الروز فما اللي يغسل الناس تغسلو فما ما تغسلوش. بربي يقولوا لي نتوما من الناس اللي تغسلوا الروز والا ما تغسلوش. باهي
دخلت نقرا في اختيك هلا على حكايه غسلين الروز ماهوش بالضرقيت لاختيك اللي انا تحت عليه ماهوش بالضروره فريمون يلزمك تغسل الروز. قالك لي تغسل له الحاجه باش نقص فما ماده نقصوا منها زيد نقصوا من كميه الشاي وزيد قالك المعامل اللي تصنع فيها الروز نجم تكون ماهيش نظيفه في دول معينه هاكا نغسلوا الروز. الحق ما اقتنعتش 100%. قولوا لي انتوما كما قلت لكم من نوع تغسلوا الروز ولا ما تغسلوش على خاطر كان عاد الحساب هذايا نوليو نغسلوا المقارونه ونوليو نغسلوا الكسكسي. وحاجه اخرى الروز اللي نشري في الساشي انا الساشي من الباب ونحطها في المرقه زيد هذيك نحل الساشي ونغسلها هذيك مانيش مقتنعه 100% الحق بحكيت غسلين الروز اما هاني غسلته المره هذيا باش نجرب. وقولوا لي انتوما من شنو رايكم معناها كان عملتوا غوشيرش هكا صغيره في الحكايه دي وعندكم باش تنصحوني مش مشكل معناها كان يلزم فريمون نولي نغسل الروز ما فما حتى مشكل اتاو يلزم نولي نغسل الروز كي نفس البرانسيب معناها كيما نتعلم منكم انتم ما تتعلموا مني لهنا باش نتبادلوا الافكار هكا. دونك لهنا هكا حطيت الروز باش نقص في الغاز ونخليه يطيب هكا راهو الروز ماهوش فايت برشا راهو هكا كيما قلت لكم احسبوا ابوبخي يكون تكون كمية المرقة اللي في الدجاج ضعف كمية الروز مش مشكل ابدي تنجموا حتى كان شيحة المرقة والروز قعد معناها ناقص نجموا نزيدوا الماء سخون. دونك لهنا انا باش نغطيه ونخليه على نار هادية يكمل يطيب منه الروز يطيب والدجاج يكمل الطيب نتاعو وهكا الروز نتاعنا يكون حاضر. هذايا الروز كما قاعدين تشوفوا الماء شاح اما راني زدت شويه ماء قبيله تفقدته لقيته بخسر شاح من الماء وهو مازال معناها ناقص تيب ولي زدت شويه ماء توا هاكا زدت شويه ماء كيف ما قاعدين تشوفوا الماء هاكا شاح تفقدته قعد ناقص شويه اكهو دونك ما يستحقش باش نزيدوا الماء. توا شنو باش نعمل باش نحط له فلفل عندي فلفل حار كما قلت لكم قبيله مساسه عندي الفلفل الاحمر هذيك يوزوزو دونك وفيلي شنو باش نعمل هكا حطيت شويه فلفل حار هذايا علاش نحط انا تنجموا تحطوه قبل شويه راه تنجموا تحطوه من الاول تحبوا تحطوه من الاول والا تحطوه مع الروز انا علاش نحطو توا نحبوا يقعد يتقرمش شويه ما نحبوش معناها يهبلين يطيب. يعني هاو باش نعمل تخليطه صغيره توا سي كيما قلت لكم الروز بخس كتاب كهو الدجاج اكيد معناها باش يكون طاب المده هذه الكل توا باش نخليه مده 5 دقائق هكيكا يزيد يكمل هو يشيح من الماء نتاعو وكيف كيف الفلفل يسيب الحروريه نتاعو يسيب المطعم نتاعو يطيب شويه وهكا الروز نتاعنا يكون طايب. جربوه وتفكروني تعرفوا اكثر حاجه تعجبني انا في الروز هذه اول حاجه ما يستحقش برشا معول يطيب في طنجره واحده وزيد سريع راهو ما يستحقش برشا معناها باش تقعد واقفه في الغاز ولا يستحق برشا حاجات سهل ما في حتى شيء تك 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 حط كل شيء مع بعضه ويطيب لك وسختو سختو يجي ابني. دونك انا لهنا هكا باش نخليه 5 دقائق ونحطه في صحن التقديم وهكا الروز نتاعي يكون طيب. وهذه هي النتيجه النهائيه للروز اللي طيبته معكم كيف ما قاعدين تشوفوا حطيته في صحن التقديم ما خليتوش يبرد راهو ديريكت حطيته في صحن التقديم. لهنا حبيت نوريكم شوفوا يجي كل كعبه وحدها يجي مفرك ما يجيش معجن الدجاج يجي طيب الكدا وسختو سختو يجي بني باش نذوقوا معكم. بسم الله بالحق يجي بنين على الاخر كما قلت لكم يجي مفرق كل كعبه وحدها الدجاج طايب في حقه وسختو سهل ما في حتى شيء يجيب كل شيء في طنجره واحده وكل شيء مع بعضه حاجه واحده ننصحكم بها كي طيبوه في طنجره ما تلصقش اكهو. هذه هي النصيحه اللي ننصحكم بها اما تبعوا معناها عاودوا كيف ما هو وشوفوا البنة نتاعو كما قلت لكم من قبيله كان تحبوه احمر حطوا له شويه طماطم معجونه واكهو ناكد لكم اللي البنه مضمونه اكهو. وهكا نكون وصلت معكم لاخر الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله تكون حسنت الاضافه تو ما قعدت لي كان نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي وبسلامه.